Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. 11. ders başlayalım. لنبدأ الدرس الحادي عشر. İyi akşamlar. انتهينا في الدروس السابقة من الجملة الاسمية. والآن سوف نبدأ في الجملة الفعلية. المصادر في اللغة التركية هي كوك إك. كوك تعني الجزر، إك تعني الملحق. إذن كل مصدر فعل يتألف من جزر الفعل، جزر الفعل والملحق. الملحق هو مي أو ثنائي كي، أي ماك ميك. ننظر إلى آخر حرف صوتي في الجزر، إذا كان ثقيل نضع ماك، إذا كان خفيف نضع ميك. لنأخذ كم مثال عن المصادر. المصدر الأول أوكو ماك. أوكو ماك تعني القراءة. الجزر هو أوكو، الملحق هو ماك. يب ماك فعل العمل. يب ماك، يب الجزر، ماك يب جزر الفعل، ماك هو ملحق. إذن يب ماك تعني العمل، المصدر الأساسي للكلمة. سيل ميك المسح. سيلمك تعني المسح. أخذنا ميك وليس ماك بسبب أن آخر حرف صوتي في الجزر هو خفيف منقوط، إذا نضيف A. إتش ميك الشرب. إتش ميك تعني الشرب. çalış mak العمل. أو تأتي بمعنى الاجتهاد والدراسة. منذ قليل أخذنا فعل يبماك. ما هو الفرق بين مصدر يبماك وتشلشماك؟ يبماك هو العمل، أي القيام بعمل، وسوف نتوسع به لاحقا. يبماك العمل، أي القيام بعمل، بعمل ما، وله ملحقات أخرى سوف نأتي بها لاحقا. أيو ماك تعني النوم. كولان ماك تعني الاستعمال. كولان ماك الاستعمال. ياز ماك الكتابة. أوتورماك الجلوس. هذه أمثلة بسيطة عن المصادر أخذناها حالا. سوف نجمع أغلب المصادر التي نستعملها في حياتنا اليومية في الجروب الخاص بنا على شبكة الإنترنت. لنفصل المصدر أوتورماك.
وترماك يعني الجلوس، ماك هو ملحق المصدر. إذن قلنا الجلوس، وترماك الجلوس. إذا حذفنا ك أي أتر ما فإن ذلك يعني حذف ال للتعريف وستصبح جلوس. يمكن أن ندمجها مع كلمة أخرى. أما إذا حذفنا مك كاملة يصبح لدينا فعل أمر أي اجلس. لنأخذ مثال آخر، ياز ماك الكتابة، ياز ما كتابة، ياز اكتب. أكوماك القراءة، أكوما قراءة، أكو اقرأ. çalışmak العمل، çalış ma عمل، çalış اعمل. kalkmak النهوض، kalkma نهوض، كالك انهض. ننتقل الآن إلى بعض الجمل الإسمية البسيطة بناء على طلبكم. Bence sen şişman değilsin, zayıfsın. Bence sen şişman değilsin, zayıfsın. Biz tembel değiliz, çalışkanız. Biz tembel değiliz, çalışkanız. Bugün hava sıcak değil, ılık. Bugün hava sıcak değil, ılık. Sınav soruları zor mu, kolay mı? Sınav soruları zor mu, kolay mı? Fatih öğrenci değil, öğretmen. Fatih öğrenci değil, öğretmen. Yemek çok lezzetli. Yemek çok lezzetli. Bu araba çok ucuz değil, pahalı. Bu araba çok ucuz değil, pahalı. Ev geniş değil. Ev geniş değil, dar. El beyt leysa vasi'. Lina'at kelimat ve cümel. Bence sen şişman değilsin, zayıfsın. Biz tembel değiliz, çalışkanız. Bugün hava sıcak değil, ılık. Sınav soruları zor mu, kolay mı? Fatih öğrenci değil, öğretmen. Yemek çok lezzetli. Bu araba çok ucuz değil, pahalı. Ev geniş değil, dar. لنعمل مراجعة بسيطة بما أخذناه بدرسنا اليوم. إذن المصادر في اللغة التركية تتكون من الجزر والملحق. الجزر هو مثال أكو. الملحق ماك، أكو ماك. القراءة yapmak, silmek, içmek, çalışmak, yapmak, uyumak, kullanmak, yazmak, oturmak. وأخذنا التصريف التالي، أترمك تعني الجلوس، أترما حذفنا كي
أي حذفنا ال للتعريف، جلوس، أتر، فعل أمر أي أجلس. لنأخذ مثال بسيط، أترمك الجلوس، أما أترمى جلوس. كيف نستعمل كلمة أترمى؟ إذا أردنا أن نقول غرفة جلوس يجب أن نقول أترمى أوداس، غرفة جلوس. اجلس أي أتر، هذا هو صيغة فعل الأمر في اللغة التركية، أي الفعل الأمر هو الجزر. أتر، اجلس، إيش، اشرب، ي، كل، أكو، اقرأ، ياز، اكتب، سل، امسح، كلان، استعمل، جيت، اذهب، جل، تعال. إذن جيت مك، جلمك، جيتمك الذهاب، جلمك المجيء.